شكرا للفنانة الكبيرة، الفنانة الكبيرة والفنانة القديرة آمال عبد القادر اللي تحفتنا بهذه الأغاني الجميلة. نقولها تبارك الله عليك، وكنتمنى لها مسيرة موفقة إن شاء الله. قبل ما نكمل معك الحوار سي منيس، ندوقك بعدا من أتاي اللي قدامك ياك. ومقبيلة وأنا شوف شوتي في واحد الحلوة تمايا. لا بغيت نعمل لك بحال واحد السيدة كانت في شي حفلة وتقضى لها الخبز قدامها، كيفاش غتعمل له الخبز حدا صاحبتها قبلتها؟ قالت لها وحقها تبارك الشريفة إلا ديك القضية إلا هي هذيك. عاد تبارك الله هذا الشيء المغرب ديالنا. هو المغرب الحمد لله. نقول لك واحد القضية، المغرب ما كاينش بحاله في العالم. الكلام ديالنا تنكت تنكت ديالنا بزاف ديال المسائل، تنعودوا عليهم السر. كاين واحد شي حاجه اللي بزار تمايا. سي فتاح بالنس، دوي لي على الليله الصقليه، كيفاش كدوز وقتاش وهي كدار؟ والليله الصقليه تكونات بمناسبه الموسم ديال مولاي ادريس الازهار مدينه فاس. طبعا تتكون ليله الصقليه تتكون عندنا في البيت. الله يرحم الوالد والوالده اللي كانوا يعني تيشرفوا عليها. تتبدا من الصباح من بعد صلاه الصبح تتقرا الحزب، الفقيه تيدخلوا يقراوا الحزب، تيختموا القران تبارك الله، تيقراوا حزب البحر، الدعاء الناصري، بعدها اهل دلائل الخيرات تيقراوا دلائل الخيرات تيختموه 12 اذا تيصلي، لانك كنا تنقرا بين المسجد ديال القرويين، تيدخلوا يتغداو بالتريد العادة. يعني منذ الأزل؟ لا تقريبا حنا خديناها تقريبا هذه 35 عام تقريبا. قبل ما يتوفى الوالد شوية تتعرف الإنسان مثلي. ولكن العادة ديال التريد إلى يومنا هذا كاينة. دابا كدار؟ مازال تيتوزع التريد. تقريبا 5 طن تتوزع ديال التريد في الموسم ديال مولاي إدريس. مع 12 تيجيو الآليين. تتكون الآلة الى غايه 3 د العشيه، بعد ما في الصباح مع داك 11 داك الشيء تيدخلوا الاهاجيج عيسى واحمد شا، يعني داك الكوكبه اللي تتكون مع طلوع الكسوه، الفرق كلها تجي تعمل البركه في الدار، دار بالنيس. دابا هذيك الكسوه كيتفرض عليها كل شيء ولا كيكون واحد هو اللي غادي يهدي ديك الهديه للسيد؟ لا كانوا عدد الناس اللي تيقوموا بالصلاه ديالها. الصلاه ديالها يا حسره. دابا نقول لك الحمد لله مازال داك الشيء، ولكن ماشي بحال اللي كان شحال هذه قديم. المهم مع 3 د العشيه تتبدا الاله من بعد صلاه العصر الى غايه 7 ونص العشيه تيبداو الامداح، الامداح النبويه بالجلاله وداك الشيء بلدي والاطفال. دابا عدد ديال تبارك الله الفنانين اللي كانوا عندنا تيكونوا في الدار يتكونوا من هاد الليله هادي. تتعمل 9 د الليل تيتعشاو الناس وتنخرجوا بالعاده لمولاي ادريس بالمشاعل بالمشاعل ديال الشمع. تبارك الله والاطفال والناس يعني داك الشمع الكبير ديال مولاي ادريس، الشمع الكبير ديال مولاي ادريس. وتنخرجوا لا اله الا الله 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 والصلاة على مولاي إلى غاية مولاي إدريس. تمشيو لمولاي إدريس تنجلسو تقرا بعض الآيات من الذكر الحكيم وتتنطلق الجلسة. وتترأس هذه الجلسة الأخ الحاج محمد بنيس الشيخ المادحين بمدينة فاس. تحية كبيرة، تحية له من هذا المنبر. تحية بمناسبة هذه الابتسامة، واش عمرو وقعت لك شي طريفة يعني في المسار تاعك الفني؟ هذه قريبة لك، هذه قريبة ليا. واحد السيد صديقي كان ديما ملي تدخل الدار تتقول لمراته فين كنتي؟ كنت عند صاحبي وخرجنا. شنو عمل ذاك الساعات؟ انا ذاك كان الكاسيت ما كانش سيدي. تتبكى هاي 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 اوعى لك الدبابة. انا ما جبتيها، يلا غنيها. غني وانا وياك، غني وانا وياك، يلا انتي المعلمة انا اتبعك. وشافوك الناس في البحر معنت وبشعار، شافوك الناس في البحر معنت وبشعار، معنت وبشعار.
الله عليك تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. عندك شي اشياء خاصه ديالك تصفيقات على النجاح. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. قول لي بغيت نعرف على الطرب العساوي. الفن العساوي تعرف له رجاله ويعني اتى من مدينه مكناس، لانه الشيخ الرباني ديال سيد الهادي بن عيسى هو يعني الشيخ الطريقه، تكلم عن الحضره الالهيه والحضره. عمرك اشتغلتي معاهم؟ وهي واحد القضيه يمكن الناس ما عارفينهاش. اول واحد عمل فيزيو مع عيساوى رحمه الله عليه الشيخ بوزوبع. أيوة احمد بوزوبع الله يرحمه. انا كنت عامل معاه فيزيو. دابا تيعرفوا بانه فيزيو فيزيو كلش فيزيو عملنا. انا لا انا داك عملت انا مع سي بوزوبع وتبارك الله عدد المقدمين. ودابا الان يعني تنعملوا كل سنه افتتاح العلومه. افتتاح العلومه افتتاح العلومه في القصر الملكي العامر في المشوار السعيد. الفرقة العساوية التابعة للقصر الملكي كل سنة تكونوا أكبر يعني مجموعة اللي تشوف على الإطلاق في المغرب ديال العساوة اللي تتكون عادة. لكانت فرقة عساوية تكونوا جوج غياطة 14 غياطة تكون. تبارك الله. وما الصحاب سميتو طبل طبال ولا بوزناجن وداك شيء تبارك الله واحد العدد هائل جدا. مع الأسف الشديد كاين واحد اللون لون جميل جدا يعني قريب من الطريقة العساوية لا هو طريق الحمدوشي. أي الحمدوشي الحمدوشية. الحمدوشي معروف يعني الحمدوشي، ولكن بالنسبة للناس قليل اللي تعرف الحمدوشية. تل ريتم ديالهم صعيب جدا وكلام جميل جدا. نعم. ولكن ما يعني خاصو تشجيع. نبغيك تعملنا شي ليله فيزيون جي معاهم لهنا ان شاء الله بحول الله. مرحبا مرحبا نديروها. علاش لا؟ دابا حنا تكلمنا على العساوي، دابا غادي نسمعوا ان شاء الله واحد نوع اخر من الفن الشعبي وهو ديال ناحيه الغرب. ومني كنقولوا ناحيه الغرب كنذكروا الزيطير الله يرحمه. الله اكبر. ودابا معنا واحد الفنان كبير 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 بزاف هو ولد البولونجي. الله يهدي معروف. تجرب وتشوف يا لي كتبت كلامي يا لي كتبت كلامي وسير بحالك راه انت معروف. الشطعات مع الجميلات نسيتيها.
تلاقي تلاقي نسيتي ما دوزنا اليوم كبرنا وعجزنا ونسيتي وتلاقي تلاقي زين غرك الطامو بيا تسوقت خميس لقميلة شدوني المخازنية عاويني كتبوني حاولوني على يديا ونبيع دبينا عاونيني بالخطية وانا باطنا والعود بارك عليا سلم كتبي تعالي ليا تعالي ليا تعالي ليا تعالي ليا سالو غريبي لا تسالو مكتوبي لهنا جات لي بغاتو ليا نديرو سكر بيبونا كانت الفرا باقياني وولا سكر بنابونا هي سبع الداياني وصلتك يا ربي العالي وانت تحفظني غزالي او غزالي كيف النخيلة حفظ ربي العالي سلم كتوبي تعالي ليا تعالي ليا تعالي ليا تعالي ليا سلو غريبي لا تسلو كتوبي لا اخويا اللي بغاتو ليا ندير وعلى ربي كشناه ولا رينا غير حرقونا بالباطل شابونا حطينا حدا تبارك الله على ولد البولونجي اللي متعنا بهذه القطعه الجميله تبارك الله عليك غادي نعاودوا نرجعوا للحوار ديالنا مع الاستاذ الكبير عبد الفتاح بن نيس الله يحفظك لالا قول لي يا عبد الفتاح السفرات اللي سافرتي على برا اشنو هي الحفل او المناسبه اللي علقات في الذهن ديالك لدابا يعني دائما تتفكرها وقدرتي تنجح في شي حاجه فيها والحمد لله الحفلات كلها اللي دوزنا كلها كانت متالقه ولكن اخص بالذكر كانت حفله مع الحاج عبد الكريم رئيس الله رحمه الله عليه في واحد المكان اللي ما غناوش فيه العرب بزاف غنات ام كلثوم وفيروز في الأوبرا دو مادلين والحفل الثاني في سنترال بارك في نيويورك سنترال بارك وما أدرك كما سنترال بارك طبعا إذا ما كنتيش عندك الفيزا ديال سنترال بارك ما تغنيش هذه من غير الفيزا ديال أمريكا الحمد لله ولكن قدروا المغاربة الحمد لله المغاربة فين ما مشاو الحمد لله جوكير تيخدم هكا تبارك الله عليهم خمسة والخمامسة عليهم تبارك الله عليك
كذلك شفت التعداد ديال الحفلات ديالك ما شاء الله انت نتكلموا عليك عاود تنتيا تبارك الله الحفلات ديالك كلها ناجحه الله يبارك فيك ان شاء الله. نقول لي تكلم لنا على الانطولوجيا واشرحها للناس باش يعرفوا واش التجربه اللي كانت. كنا في واحد الحفل في مراكش مؤتمر دلقات مؤتمر دلقات وكان عملنا واحد الحفل كبير مع الحاج عبد الكريم الرئيس تبارك الله واحد المجموعه كبيره كبيره جدا منهم باجدو تبارك الله وسي عبد الرحيم السويري وسي الطاهري تحيه كبيره لسي عبد الرحيم السويري الفنان ديالنا غزال الله يودي الله يودي الله يجوجو صافي هادشي لا قلت لك لا لا سالينا الحفل واحد من الشخصيات اللي كاين قال لي قول الحاج عبد الكريم الرئيس نقصروا معاه تقيس راه بلا ما يمشي واحد مجموعة صغيرة تبارك الله لأن تقريبا 50 عازف اللي كان المهم مشاو بحالهم بدينا بالحفل الحصة الأولى عيط لي واحد من الشخصيات الكبار قال لي سي منيس الحاج عبد الكريم الرئيس واش سجلنا هاد الآلة الحاج عبد الكريم مشيت عنده قلت له نوضش آلة مزاجات إوا يعني تذاكروا معاه وداك الشيء هي هذيك تصوبت الأنطولوجيا الأندلسية. مشاهدينا الكرام فاصل قليل واحنا معكم ان شاء الله. يلا صلاتك ربي والسلام على النبي صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة البطون الأرض والجو تملأه صلاة على حبيبنا محمد عليه السلام
مسواق راسك الله الله يا مسواق راسك الله الله العقلة سلامة ليلى قلت يا ليلى ارحمي قتلى قلت يا ليلى ارحمي قتلى الله الله المداد المداد ها يا رسول الله سقينا بالمداد هذه ساعة من ساعة الله واغضر فيها أهلي رسول الله قوموا قوموا محبة في الله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعة الله صلوا في غم رسول الله المجد في غم رسول الله أمنيت هامل صاحب الجلالة تبارك الله عليك من نجد الله معاك هو انت شفت يا متيعش تبارك الله والله يجعل ايامنا كلها فرح مسرات الحمد لله قول لي بغيت نسولك على الجوق ديال الطرب الاندلسي كنت انت صاحب الفكره والمؤسس ديالها كذلك ياك لانه نفس الكلام اللي قلت لك كنا في مراكش في مؤتمر الكاط كنت قبل بواحد الاسبوعين في امريكا استدعاني واحد السيد مشيت تغديت عنده في الدار لقيت يلاه شي فنان كبير يعني في المستوى راقي ولكن خصنا
كل واحد ياخذ الاختصاص ديالو. طبعا طبعا. اللي تعمل اله يعمل اله، اللي تعمل الملحون يعمل الملحون، اللي تعمل هكا باش يكون يشرف يشرف يعني وجه البلاد. نعم. راجل تيغني هذه ومشى يغني حاجه اخرى. لا ماشي مشكل، الفن الفن كيمكن لك تغني كاع الانواع اللي بغيتي. آه لا انت والموهبه ديالك. الطرب الاندلسي. نعم. يمثل المغرب بالطرب الاندلسي. ولكن اذا كان يحسنون. اذا كان يتقنوا ما نتكلمش. ولكن طبعاً. المشكل اللي وقع هو تلاقيت بالسيد اللي كان وزير الثقافه ذاك الساعه، قلت له الله يخليك نعمل واحد الاختصاص. دابا وزاره الثقافه تكون عندها يعني بعد الحفلات برا في الخارج وداخل هذا، خصنا نعملوا اختصاص. خذ نعملنا مجموعه ديال الالام، مجموعه ديال العساوه، مجموعه ديال هذه، مجموعه هذا، يكونوا عاملين فيهم ثقه. الا صيفطنا لهم واحد واحد ميسيون يعني يتقنوها. نعم. يحمروا لنا وجهنا. والحمد لله المغاربه دائما. هي هذيك نضنا اسسنا جوق تابع لوزاره الثقافه، هذيك هي الانطلاقه ديالها. هذيك هي الانطلاقه. دابا بحكم التجربه ديالك الطويله في هذا المجال، ما فكرتيش دير مدرسه بما انك انت حامل الدكتوراه يعني في الشرف؟ نعم. تبارك الله كاين مدارس كثيره في فاس. نعم. وعده جمعيات اللي ناضوا. نعم. عملوا لهذه المبادره هذه. نعم. ماشي في فاس، في المغرب كله الحمد لله. وكنا عاملين مدرسه، ولكن الاكثريه تخرجوا منها عدد ديال الاطفال اللي كانوا اطفال تبارك الله دابا فنانين معروفين على الساحه. تبارك الله معروفين الساحه الفنيه. نعم. كان الحاج محمد خاي هو كمؤطر. نعم. يلا سير تفتح بالنس، غادي نعطيك واحد الهديه ان شاء الله تديها معك ديال البرنامج، كنتمنى انك تقبلها مني. هديه متواضعه جدا. ديال البرنامج اللي عندك قدام ان شاء الله. لا لا فكرني به وتفكر البرنامج. لا لا الله يحفظك. شكرا لك. تبارك الله عليك. يمكن لك تقول كلمه للجمهور ديالك. انا تنشكر الفنانه الكبيره ديالنا اللي نجاة عتابو. الله يبارك. معروفه عالميا، كل شيء تعرفها. الحمد لله. و شكرا شكرا. يعني بال 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 ما شاء الله بالفن ديالها، يعني اللي معروف عند المثقف والعام وال... الحمد لله. آه. الحمد لله. والشكر يرجع ثانيا للام بي القناه ام بي سي القناه الخامسه. صحيح. السباقه في الحدث. وتنشكر الجمهور ديالي الحبيب، نشكر الحضور الكريم، نشكر الاوركسترا ما شاء الله الجميله برئاسة السي سعيد، وإن شاء الله أنا لقاء إن شاء الله جديد بحول الله مع قوته إن شاء الله. شكرا شكرا لعبد المفتاح بالنيس، شرفتيني في حلقة ديال جلسات مع نجاة، وحنا فرحنا بك بزاف وكنتمنى لك التوفيق في المسيرة الفنية ديالك. مشاهدينا الكرام، حلقتنا وصلت للنهاية، كنقول لكم شكرا وغنخليكم مع الفرقة الجميلة باخو تيكاوا. كنشكر الجمهور الحاضر معنا، كيف كنشكر الفرقة الموسيقية اللي مصاحبنا برئاسة السي سعيد الإدريسي. ما تنساوناش إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة إن شاء الله مع نوع آخر من الطرب الشعبي التراث المغربي. مع السلامة.
تو 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 حمد غرز غراس